اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم، في حلقه اليوم نناقش موضوعين اساسيين، موضوعنا الاول يتعلق بالمواهب والكفاءات الجزائريه على ضوء فوز الطفل الجزائري البالغ سبع سنوات الطفل محمد عبد الله فرح الذي فاز بجائزه القراءه الدوليه التي تقيمها دوله الامارات العربيه المتحده، فاز هذا الطفل الجزائري من بين 3.7 مليون مشارك. بجائزة قدرها 150 ألف دولار طبعا نبحث فيما إذا نحن نهتم فعلا بهذه المواهب وبهذه الكفاءات، ولماذا تهرب الكفاءات الجزائرية إلى الخارج تاركة الوطن الذي من المفروض هو الأحق بأن يستفيد من خبرتها ومن علمها. في موضوعنا الثاني سوف نناقش موضوع الجباية المحلية على ضوء الأزمة المالية حيث يحضر معنا رئيس بلدية الكاليتوس في العاصمة ليكلمنا من الواقع كيف تسير هذا الملف. وفي موضوعنا الاول استشرف باستقبال البروفيسور فارس مسدور الاستاذ الجامعي اهلا بك بروفيسور مرحبا بك مرحبا بروفيسور انت لما شاهدت الطفل الجزائري القسنطيني محمد عبد الله فرح يفوز ويتلقى الجائزه الاولى في هذه المسابقه وهو يتحدث بكل ثقه ان الطفل الجزائري القسنطيني ابن مدينه الشيخ عبد الحميد بن باديس كيف كان شعورك اولا نفهم من خلال هذه الرساله القويه مم. التي مررها طفل في السابعه من عمره وهو يتكلم عن قدوته الشيخ عبد الحميد بن باديس جيل وجيل نعم انظر ماذا مم. في ماذا استثمر الشيخ عبد الحميد بن بديس ومتى كانت النتيجه انظر اين كان الشيخ عبد الحميد بن بديس في الثلاثينات واين وصل عطاؤه في نموذج آه معجزه، انا بالنسبه لي هذا النموذج الطفل المعجزه وكان سبقه نماذج لاطفال معجزه في الجزائر. نعم منذ قليل كنا نتحدث انا وانت عن اسم هذا الطفل نعم محمد فرح فرح ولدينا آه عبد الرحمن فارح وكلهم افرحون وكلهم نعم م. واحد في ابداعه في حفظ القران والمتون وغيرها وواحد في القراءة والمقرؤية لأطفال وليس لكبار. نحن ككبار عجزنا أن نصل حتى إلى مستواهم صحيح. في نهمهم وإقبالهم على القراءة بشكل كبير جدا. وقراءة فيها واعية يعني لما شفنا محمد عبد الله فرح كان يتحدث يتكلم بشكل بكل ثقة بابتسامة نعم. ويجيب بارتجال وكانت إجاباته دقيقة وكانت إجاباته جد نعم. مضبوطة. والله شوف العلم يجعلك تكتسب ثقة لا تجدها في غيره. تكتسب نضجا على نعم. سبع سنوات نعم. وعندما نتكلم عن الثقة لا نتكلم عن التكبر فالعلم يجعلك تتواضع مهما كنت وفوق كل ذي علم عليم أحد العلماء يقول كلما قرأت وتعلمت اكتشفت أني جاهل أنني لم أكن أعلم هذا هذه المعلومات وبالتالي ابننا محمد أعطانا درسا راقيا أعطانا درسا للمشرفين على المهضومه التربويه حتى لا اسميها منظومه هي مهضومه مم. لاننا نزلنا بها الى مستويات خطيره جدا تضربنا في الصميم مم. الجانب الثاني آه هذا الطفل آه اعطى رساله الى الكبار اهتموا بنا قليلا اعطونا شيئا من اهتمامكم ممكن ان تكتشفوا فينا شيئا نعم مم. الامر الثالث اذا اردتم فعلا جزائر المستقبل فهي جزائر هؤلاء البراعم الذين ان استثمرنا فيهم بشكل راق جدا وليس بالشكل الذي يجعل تلميذه في الابتداء تقرا ان الحراره جعلتني انزع ملابسي وابقى بملابسي الداخليه وكانني ابرمجها على مشروع تدميري مستقبلي لبنتنا كيف ستكون؟ لا نريد لبنت الجزائر أن تنزع ثيابها نريدها أن تجعل هذا ال... هذا الدماغ يملأ بعلم راق تجعلها تخرج نماذج من أمثال محمد لذلك ما أحوجنا إلى أن نجعل من محمد ذلك النموذج الذي لا يكون بين قوسين سمحولي كوباي ندرسه كتجربة أبدا وإنما القدوة النموذج القدوة فرق بين كوباي بين نموذج يعني ندرسه كأننا وكأنه شيء من الأشياء أبدا هو بشر وروح وعائلة, وعائلة وتفاعل ومجتمع ومدرسة وما إلى ذلك ثم هي إجابة قوية جدا لأولئك الذين يقولون بأن التعليم هو فرنسا وفرنسا هي التعليم أو التعليم هو الفرنسية ربما يتساءل لماذا هذه الملاحظة بروفيسور؟ هذه الملاحظة لأننا رأينا دولا طورت طاقاتها الإبداعية بلغتها وليست بلغة الآخر لا بالإنجليزية ولا باليابانية ولا بالفرنسية ولا بغيرها عندما نرى ترتيب الفرنسية في العالم نجدها في أسوأ المراتب اللغة العالمية الأولى نتيجة كثافة الشعب هي اللغة الصينية مليار و400 مليون بعد سنه. بعد الانجليزيه ثم الاسبانيه وما لا العجيب ان اللغه العربيه تحتل مرتبه مرموقه في المراتب العالميه لا لا ان لا, لا نخطئ بانه المصطلحات في اللغه العربيه لا تقل عن 12 مليون كلمه. وهي من أغنى واسع. اللغات <applause> وبالتالي الذين يقولون بأن اللغة العربية عاجزت أن تخرج لنا نموذجا راقيا هم العاجزون وليست اللغة نعم. العربية <applause> ربما نبقى في قضية الطفل محمد ما. عبد الله فرح لماذا هذه المواهب نكتشفها من الخارج محمد عبد الله فرح هو من بيننا هو من بين ظهرانينا، لماذا نكتشفه من الامارات العربيه المتحده وهذه المسابقه المشكوره شكرا جزيلا يعني الامارات مم. وحكامها مم. على انهم اهتموا بهذه بهذا الجانب بجانب القراءه، مم. لماذا لم نكتشفه نحن في قسنطينه؟ قبل ان نكتشفه على بعد ثمان او ست او سبع ساعات طيران. والله شوف الأسوأ من ذلك مم. اننا جعلنا من قسطنطين عاصمه الثقافه, الثقافة العربيه, العربية ويفترض ان هذه النماذج نب نبرزها من خلال جائزه آه هذه العاصمه لاحسن قارئ او لاحسن مطالع ليس ضمن مستويات الاطفال فقط انما لكل المستويات هذا واحد الامر الثاني عندما نرتقي الى مستويات الاستراتيجيه الامارات العربيه المتحده كدوله استفادت من الغرب استفادوا من تجاربهم الناجحه اخذوا اجود ما لديهم وطبقوها عندهم هم عمليون جدا ثم اذا كانت الحكومه تؤمن فعلا بان هذه النماذج يمكن ان تكون قاطره الجزائر قائده لقاطره الجزائر مستقبلا قاطره الاقتصاد، قاطره الفلاحه، قاطره التكنولوجيا، قاطره الخدمات، قاطره السياحه هؤلاء هم الذين يمكن ان تستثمر فيهم اما وانك تقبر كفاءاتك ما هرب من كفاءات في الجزائر خلال السنوات هذه عقدين ماضيين منذ العشريه السوداء لا ردها الله لا يقل عن مئة ألف عالم من علماء الجزائر توزعوا كلهم هنا في نعم. الجزائر أعطيناهم على طبق من ذهب للجامعات الأجنبية أعطيناهم على طبق من ذهب لمراكز البحث العالمية أعطيناهم على طبق من ذهب جاهز للاستعمال لدول كامله متكامله، انت لا تتكلم عن محمد كنموذج لطفل صغير، محمد يلخص لك الابداع المقبور في بلادنا. محمد يلخص لك آه يعني تلك الحرب التي شنتها فئه جاهله على علماء الجزائر، فئه جاهله لم تفهم بعد بان التطور لا يكون بالمال. بروفيسور مسدور اذا ربما ما يعلمه الجميع هو ان الطفل محمد عبد الله فرح درس في مدرسه الجزائريه العموميه نعم. يعني مش فقط مدرسه خاصه ومدرسه فيها امتيازات خاصه هو تقريبا التلميذ الجزائري العادي نعم. استطعنا ان نكتشف فيه نابغه نعم. نابغه في القراءه وربما فيه مواهب اخرى سوف تظهر مستقبلا نعم يمكن ان تظهر مستقبلا اذا نحن استثمرنا فيها اذا استثمرت العائله فيها إذا استثمر المحيط بكامله لست أنت من يربي فقط في العائلة، المدرسة تربي المحيط يربي، المحيط يشجع، المش المحيط يثبط. والله أنا أذكر بيتين من الشعر تتكلم عن أولئك الذين يظنون بأن المال هو كل شيء. يقول رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال. عز المال يفنى عن قريب. وعز العلم باق لا يزال. محمد لو اننا نستثمر فيه فاننا نكسب شيئين اساسيين. لكن ربما عز المال مليح لو لما يستثمر في مثل هذه الطاقات الامارات العربيه المتحده اعطته جائزه ب وخمسين الف دولار. لكن عندما استثمرنا في علمه، استثمرنا في عقله، استثمرنا في في براءته، في فطرته. آه، نحن مطالبون الان بان ننشئ نموذجا لو ان كل انسان اتبع ذلك النموذج سننتج ملايين من محمد لماذا لاننا لدينا النموذج الجاهز ماذا فعل والداه من اجل ان يجعل من نموذج, 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 نموذج يقول لك هذه يعني مواهب اعطاها رب سبحانه في محمد عبد الله فرح ربما والناس مستويات مهما فعلنا لن نحصل ربما على نفس هذا النموذج هذا النابغ عادي في النهاية هم شاركوا 3.7 ربح محمد عبد الله فرض. طيب سؤال 40 مليون جزائري كم طفلا عندنا؟ عندنا في كل عام عندنا 3 مليون تلميذ جديد يدخل إلى 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 الابتدائية والمستويات المختلفة. عندنا 8 مليون من الابتدائي إلى إلى الثانوي. طيب في 8 مليون هذه ألا يوجد 5% من أمثال محمد؟ في 8 في المليون هذه معلش، ألا يوجد 1%؟ يعني إحنا نحن لا نبحث أصلا لا, نس... لا نسأل عنهم ثم لما أردنا أن... أن نحتويهم جعلنا لهم مدرسة في القبة مدرسة الرياضيات. ثانوية الرياضيات ثانوية الرياضيات يعاملون معاملة أقل ما يقال عنها أنها شك... شكل من أشكال الانتقام لماذا درست وكانني اقول له لماذا انت نابغه؟ باش يعرف يعني المواطن الجزائري ما مدرسه رياضيات اخر يعني اخر واحد في البكالوريا يجيب معدل بين 16 و17 نعم هذا ربما يعفي عن كل كلام اخر وبالتالي آه. انت انشات الثانويه الرياضيات هل انشات جامعه الرياضيات هل انشات المعهد العالي الاكاديمي للدراسات المتخصصه في الرياضيات. لكن ربما يقول لك أن المواهب هذه نكتشفوها مبكرا يعني في المرحله التحضيريه وفي المرحله الابتدائيه، كيفاش طيب. هذه الميكانيزمات او هذا الاستاذ او هذه المدرسه او هذه العائله طيب. لما تشوف نبوغ معين واش تتصرف؟ لما يصل الى مرحله معينه م. يفشل او نفشله او هو يدير في راسه باللي ماهوش يعني نابغه وانسان عادي واقل من العادي. شوف اقول لك كلمه م. ان هؤلاء النوابغ يتم اكتشافهم في مدارسهم ويتم رعايتهم في مدارسهم إذا نظرنا إلى النموذج الأوروبي هنالك قسم النوابخ داخل مدرسة عادية ولكن قسم النوابخ يرتقي كلما ارتقى إلى مستويات أعلى كلما تم حتى الامتياز الله يرضى عليك أما أبناؤنا في مدرسة الرياضيات أو في ثانوية الرياضيات اسألهم اذهب إلى أولئك التلاميذ لهم هل لديكم معامله مميزه لكن حتى الاساتذه عاديين فقط, فقط بروفيسور يعني ثانويه الرياضيات هي مش زي اي ثانويه في الجزائر يعني عندهم مدرجات مليحه عندهم مم. إطعام مليح عندهم يباتوا يعني افضل من مم. جميع المؤسسات يعني حتى يكونوا واضحين مم. وحتى انه عندها قاعه محاضرات يعني وزيره التربيه دائما تعقد فيها ندواتها الصحفية بكثره ما هي أه. لائقه هل... طيب سؤال مم. هل في الجزائري اللي فيها 2.3 مليون كيلومتر مربع أماكن أخرى لا تحتاج إلى أن يكون فيها ثانويات من هذه الم... ما أين ثانوية الفيزياء؟ أين ثانوية ثلوني... العلوم العلوم الطبيعية؟ مم. أين الثانويات آ... النوابغ المتميزين في المعلوماتية؟ عندك ثانوية الرياضيات هو عصر المعلوماتية طيب وحتى ثانوية الرياضيات قال لا لابد أن تكون فرانكوفونية لا نريد ان تكون عربية، خطأ خطأ عندما تتنصل وتتنكر للغتك لن تتطور ابدا نوابغنا عبر مختلف تاريخ الحضارة الاسلامية م. كانوا يعلمون ابناء الملوك في حضارة الاندلس الان الان في تركيا يدرسون باللغة التركية في اليابان يدرسون باللغة اليابانية في الصين يدرسون باللغة الصينية في المانيا بالالمانية في المانيا يدرسون باللغة الالمانية انا لم اجد بلدا يدرس باللغه الفرنسيه لابنائه م. لذلك في الكيان الصهيوني باللغه العبريه بالعبريه ويحترمون ويفرضونها ويعشق لغتهم, لغتهم م. بل يكاد يجعلها مقدسا من مقدساته م. لذلك نحن الان مطالبون ان نرجع الى انفسنا نرجع إلى داخلنا يعني البراعة الوحيدة والنبوغ الوحيد عندنا نحن كسلطات كمجتمع كمنظومات مختلفة نحن بارعون في تضييع الكفاءات نعم بل في تدمير الكفاءات ليس لتضييعها تدمير لو نعم لو أننا ضيعناها لكان الأمر مقبولا أن تجد أه بي إتش دي حامل للدكتوراه بأطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع يحرق بالتعبير الجزائري يحرق مع الحراقين يركب الى جزيره سردينيا فهذه هي المصيبه الكبرى ان تجد عالما من علماء الجزائر يرمي بنفسه من جسر من جسور قسنطينه قسنطينه خرجت الناس الطفل محمد عبد الله فرح محمد استغله الناس في مديريه الغابات جاء من امريكا عالم من كبار العلماء محمد. يتخطفونه في امريكا من مئات الألف من الدولارات من ملايين يتقاضاها في السنه الى موظف بسيط داخل مديريه الغابات ماذا تريد من منظومه كهذه نعم وهذه المنظومه حتى ربما فيها انعكاس على المجتمع حتى هذا المجتمع اليوم ولا ما يشوفش قضيه المتعلم وقضيه اللي عنده نبوغ واللي عنده تخصص علمي مليح نعم. ما بلش يشوف المهم مم. الماديات والمكانة وش وشحال يدخل في, في الشهر هذا ما كان والله يشوف عندما توفر المحيط مم. الذي اذا إذا كان محيطا ايجابيا مم. يعطيك كل المعطيات التي تولد لك نابغه اعطني محيطا في صناعه النبوه الله يرضى عليك نحن نتكلم عن صناعه الانسان مم. نحن نتكلم عن صناعه النابغه عندما يوجد هذا المحيط وكل مؤثراته فانك ستنتج محمدا وغيره من محمد فرح وغيره من عبد الرحمن فرح ولكن عندما نحتقر ثوابتنا ونحتقر مبادئنا ونرى بان هذه المبادئ التي جعلتنا نتخلف اعلم علم اليقين لاننا لن ننشي محمدا ولا غيره خليني نعطيك بروفيسور صوره اخرى أمس لما وصل الطفل النابغة فخر الجزائر محمد عبد الله فرح كان الاستقبال تاعو باهتا باهتا جدا مقارنة بما قدمه مقارنة بصورة الطفل الجزائري التي قدمها. هذا خلانا ربما نقارن بين استقبال الطفل محمد عبد الله فرح واستقبال بين قوسين نجوم ستار اكاديمي ومسابقات نفس النموذج هذه هي معي. الازدواجيه اللي خلتنا يا سيدي معليش كيما نهتموا بهذا نهتموا بهذا والله شوف كل يبكي على ليلى انا ابكي على العلمي وابكي على العلماء نبكي وأبكي على, على, طاقتنا, طاقتنا وأبكي بعد على المحروقات. الطاقات وابكي على الطاقات وابكي عن اولئك الذين اذللناهم في بلادنا من اجل ان يفروا من بلدهم الناس الان تعطى منحا أه وكما امور كماليه فقط تفرغ للعلم يا علي فقط انت لا يهمك الدنيا نحن نهتم بشؤون دنياك نحن نهتم باطفالك نحن نهتم باهلك ولكن انت اعطنا اجود ما لديك هذا الذي يقترح في هولندا هذا الذي يقترحه في النرويج ويقترحه في الخليج وفي الامارات تحدثنا ربما قبل ما نبداو تسجيل البروفيسور على ابن قسنطين ايضا نعم. المهندس سليم منيخ من الذي هو يتولى تسيير يعني قياده مشروع الحكومه الإلكترونية, الالكترونيه في الامارات نعم. العربيه المتحده نعم. هذا شاب من مواليد الثمانينات يعني حوالي 83 84 85 نعم شاب نعم. صغير نعم وكم من سليم في الجزائر وكم من فرح في الجزائر و... وبالتالي نحن نعيش قهرا داخليا نحن نقبر كفاءاتنا أخي علي افهمها مني أنا لا أتكلم من فراغ أنا أتكلم من أرقام تقول بأنه 22% من الأطباء الموجودين في ليل دو فرانس جزائري أنا أتكلم عن أكثر من 14 طبيب متخصص جزائري تتخطفهم المستشفيات الفرنسية أنا أتكلم عن عشرات الألاف الذين دخلوا إلى الجامعات سوة. الأمريكية من نوابغنا كثير من أطباء أو من تخرج من كلية الطب في الجزائر هم من البطالين والأغرب والأعجب حتى وإن عندما لا يكون بطالاً يكون في عقود ما قبل التشغيل نعم. نحن نذل الناس الذين تعلموا طبيب بلا نام شوف على قلت لك لنا علم وللجهال ماله الذي لم يتعلم ودماغه في رجله مه. يأخذ مئات الملايين شهرياً دماغه في رجله يعرف يلعب انا 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 همي الاكبر ان نحدث نوعا من التوازن ما بين من فاز في ستار اكاديمي والجزائر العاصمه تنقلت من اجل ان تستقبله جاءوا حتى من الولايات الاخرى البعض باث يعني يعني انا في المطار. انا اقول هكذا مع. حتى اهون على نفسي وعلى نفسك مه. ولكن اتكلم مه. عن ابن هذا الذي كان يعني نابغه الجزائر علم الاخر انه في الجزائر ابناء عبد الحميد بن باديس نعم ابناء عبد الحميد بن باديس الذين كونتهم وكونت آه ابائهم آه واجدادهم مدرسه عبد في مطار الجزائر لست اعلم اذا كان هذا الموضوع ربما من صلاحياتهم او الامر يتجاوزهم كان ربما اجمل لو استقبلنا عبد الله فرح او محمد عبد الله فرح في القاعه الشرفيه لانه شرفنا والله هو هو بالنسبه لي ولك وللمشاهد الكريم وللمشاهد الكريم هو شرف لي وشرف لك لانه يمثل علما يمشي على الارض وينمو و وبين من يستقبل في القاعات الشرفيه ممن لم يقدم مثل ما قدم محمد محمد قدم علما محمد أريده أن يكبر وليس في قلبه حقد على أولئك الذين يحاولون تدمير أمثاله هو حمل العالم الوطني الحمد لله مم. فنريد للجزائر أن تحتضن أبنائها نريد للجزائر جزائر العلماء أن تحتضن علماءها نريد لجزائر العلمي جزائر عبد الحميد بن باديس جزائر البشير الإبراهيمي الذي حاضر في جامعة من جامعات العراق وصعد خلفه احد علماء العراق في اللغه العربيه نزع نعله وقال اني استحي ان امشي في ارض بنعل مشى فيها عبد الح... البشير الابراهيمي البشير الابراهيمي مه. الذي يا يا اخي علي اسالك بالله كيف مات البشير الابراهيمي كيف مات مات في الاقامه الجبريه عالم من علماء الجزائر يموت في الإقامة الجبرية. سؤال كيف مات مالك بن نبي؟ مات بقلة، جيران ضربوه ضربوه بقلة. مالك بن نبي الذي يقول عنه مهاتير محمد، لقد أخذت جل أفكار النهضة الماليزية من عالم جزائري اسمه مالك بن نبي ونحن قتلناه بقلة. أتعلم بأنه في بجاية كانت هنالك ما بين بجاية وميلا مدرسة اسمها مدرسة تسادان يتكلم عنها الدكتور سعيد. بي بين جيد الوميلة نعم. بين جيد هذه مدرسة تسدان. نعم ابحث عنها الآن داروين لم كانت في وقتها تضاهي الأزهر الشريف. من يعرف تسدان؟ اليوم هذه المنطقة وأنا أعرف المنطقة هي ريف 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 منعزل. وكانت نعم كان يأتيها الناس من نعم كل أنحاء العالم. نعم النصارى كانوا يرسلون أبنائهم نعم للدراسة في مدرسة تسدان. ومن بين علماء الرياضيات من أكبر علمائها درس في مدرسة تسدان من منا يعرف مدرسة تسدان؟ ومن منا يسمع بهذه المنطقة المسلمة اليوم؟ سؤال آخر من منا يعرف عائشة البجائية التي كانت لديها 500 طفلة تحفظ المدونة تحفظها عائشة البجائية عبك شو تحفظ المدونة؟ أنت تحفظ مجلدات مجلدات من العلم هذه نعم كان في بلادنا آه، ابن خلدون الذي يجلس إلى أحد علماء بجاية يجلس طالب علم ابن خلدون <applause> وما أدراك ما ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع <applause> نحن لدينا مقومات كاملة متكاملة عربية إسلامية أصيلة لكي ننشئ نماذج بالملايين من يعني الملايين يعني اليوم ما باللي كاين عندنا امثال محمد عبد الله فرح او عبد الرحمن فراح لا. بل نتفاجا لأنه ما همش ظهروا لانه في تاريخنا لا. في يعني في نفسنا نحن كجزائريين لا. عندنا كل هذه العلامات والله شوف لدينا محيط آه كامل متكامل لو اننا ننظفه نجمله بالتعبير الجزائري ونزوقه لاعطانا ملايين من محمد ما 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 نحتاجه الان ليس مدرسه للرياضيات نريد كل مدارس الجزائر ان تكون بمستوى الاهتمام المادي وليس المعنوي لانني التقيت بتلاميذ المدرسه آه يسمح بان ننشئ نماذج راقيه والله عندنا عندنا تجارب في في عند اخواننا في في بني ميزاب مم. مدارس تنشئ التلميذ الذي يتمسك بدينه هم يتمسك بلغته عندهم معاهد وعندها و اي معهد واي معهد المعهد الذي يبدا بناء الطفل قبل ان يدخل الى المدرسه قبل ما يروح المدرسه يروح للمدرسه القرانيه مم. التي قالت عنها احدى الخبيرات بانها هي المدرسه التي انشات لنا لبركسي ابدا مدرسه قرانيه هي التي انشات لنا العلماء ناس اللي خافوا ربي وليست المدرسة القرآنية هي التي دمرت الذي دمره هو الذي أحضر لنا نصوصاً تتكلم عن علاقه الاب بابنته وكانه يتكلم عن علاقه رومانسيه. مم. استحي ان اقرا ربما النص. البعض وصفه بالتعبير البورنوغرافي حتى كارثي ان نصل والعجيب والاعجب ان ناتي بخبير يدافعه عن عن هذا عن هذا النص مم. من اين؟ من قسنطينه. قسنطينه فيها النظافه فيها الطهاره فيها العلماء قسنطينه فيها أحفاد عبد الحميد بن باديس الذي يتكلم مع مع أحد الذي نعم الذي كان يهتم بمجلة المنار أه اسمه زوزو كذا قال سمعت مرة يقول لي إياك والسياسة يا ولدي قال فالتفت فإذا به عبد الحميد بن باديس السياسة من ساسة يسوس سوسة فهي كالسوسة تنخر في جسدنا نريد نعم الاستراتيجية وليس السياسة نعم اليوم ربما إستراتيجية بروفيسور حتى نعم نتمكن من أن نستفيد من نعم هذه الكفاءات قبل أن تطير أو قبل أن تعوم نحو الضفة الأخرى ما الذي ينبغي أن نفعل؟ ينبغي أن نحتضنهم ينبغي أن ننشئ الحاضنات للنوابخ وليس للحاضنات للاطفال ابدا حاضنات النوابغ النابغه يظهر من طفولته من بدايات عنده علامات نعم الاستاذ في المدرسه يعلم ولكن يلاحظ اذا وجد نابغه مش يبلغ عنه وكاننا نبلغ عن مجرم انما يحتضنه مش يسبه مش يضربه عندما تتعلم المدرسه الجزائريه وربما احيانا النابغه ربما إيه مثل ما يجد فيه بعض الاساتذه انه يقلق نوعا ما يطرح اسئله فوق نعم عمره نعم ويطرح نعم انشغالات فوق عمره ويعني والاستاذ يبقى يعني بينه وبين بقيه التلاميذ هذا ربما ما يسبب للنابغه مشاكل والله شوف انا لا اقول ان نتعامل مع الاخرين بدرجه ثانيه وإنما أقول لكن هذا طيب نفسه حالة خاصة أن نحتضن النوابغ احتضنوا النوابغ فإن هذه هي مشتلة العلماء هي مشتلة قادة الأمة لا أقول رئيس الجمهورية أبدا أبدا أنا أتكلم عن قادة للأمة يقودونها علما يقودونها تكنولوجيا يقودونها اقتصادا يقودونها فلاحة يقودونها تطويرا يقودونها استراتيجية عندما يكون في الجزائر من يخطط لنا تخطيطا استراتيجيا على مدى خمسين سنة عند ذلك يمكنك أن تتكلم عن استغلال النوابغ ليكون أداة لي اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ان خير من استاجرت القوي الامين قوي بعلمه قوي بفكره صحيح. وامين ايضا في اخلاقه بروفيسور ربما متى يمكن ان نرى مسابقات عندها قيمه في الجزائر اليوم للكفاءات لمختلف التخصصات يعني عندنا الحان وشباب عوده المدرسه راحت المدرسه لكن المدرسه الحقيقيه ما راناش مهتمين بها لاننا اخطانا الطريق الآن نقول روحنا باللي كنا غالطين يا جماعه الحان والشباب كفاءات في مجال معين آه غيرها من من المجالات الرياضيه أنا لا أعرف مدارس ينتقون النوابغ في آه رياضة كرة القدم، مهي. النوابغ لدينا نوابغ في الرياضات القتاليه مهي. لكن من الذي ينشئ مدارس يرعاها رجال اعمالنا الذين يحملون رساله في اذهانهم وليس منطق الشكار الذي يعني يحكمهم يعني الاستثمار في البشر وفي العنصر البشري غائب شوف اخي علي انا اقتصادي نلخصها لك في جمله لقد استثمرنا في البقر ولم نستثمر في البشر استثمرنا في البقر في البقر البقرة جبناها ورأيناها ودناها وعطينا عندما تولد نعطوها مليون ومئتين صحبة لكننا عندما يكون لدينا نوابغ حتى ولو دخل الجامعة ينال منحة لا تتجاوز ثلاث دينار اشكرك ربما بهذا انا انهي هذا الجزء ربما بمهمه وخطيره في نفس الوقت البروفيسور فارس مسدور الاستاذ الجامعي اشكرك جزيل الشكر ناقش معنا قضيه مهمه ومهمه سلمة. ربما هي من اكثر القضايا استراتيجيه في واقعنا ان امل ان يصل صوتنا لاولئك الذين يؤمنون بالجزائر شكرا جزيلا لك انت ربما اقتصادي لكن سوف اناقش موضوع اقتصادي اخر وهو الجبايه المحليه شلو. مع السيد رئيس بلديه الكاليتوس مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيد اهلا بكم مشاهدي الكرام الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من حصه البلاد اليوم والتي نناقش فيها واحد من المواضيع ذات الاهميه في هذا الظرف الاقتصادي والازمه الماليه التي تعيشها الجزائر بفعل انخفاض اسعار المحروقات في الاسواق الدوليه انه موضوع الجبايه المحليه، هذا الموضوع الذي ربما يطرح من العديد من الزوايا، الزاويه التشريعيه التي يصفها البعض بانها غامضه، زاويه ما يصفه البعض الاخر ايضا بتسلط الاداره المركزيه التي تحاول ان تسيطر على قطاع الجبايه دون ان تترك حريه تسيره للجماعات المحليه. وجانب آخر يتعلق بتسيير هذه الجماعات المحلية هل هي فعلا مؤهلة هل هي فعلا تمتلك الإمكانيات البشرية والموارد المادية لتسيير هذا الملف المهم جدا ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف رئيس بلدية هو بلدية الكاليتوس السيد عبد الغني ويشر الذي ربما هو يعيش هذا الموضوع عن قرب في الميدان أهلا بك سيد ويشر أهلا مرحبا. بك سيد ويشر ربما موضوع الجبايه المحليه في زمن الازمه الماليه. البحبوحه الماليه ربما هذا الزمن قد تجاوزناه والخبراء الاقتصاديين يقولوا لن ولا يجب ان نعول عليها يعني اكثر. كيف انتم هذا الموضوع موضوع الجبايه اليوم يفرض نفسه كاولويه في تسيير هذه البلديات وهذه الجماعات المحليه؟ حقيقة الجباية المالية هي المورد المالي الأساسي مهم. لكل بلدية ولكل جماعة محلية بدون جباية بدون يعني قيمة مضافة تضاف إلى هذه الميزانية لا تنمية ولا تسيير يعني هو الوقود اللي يمشي به هذا الجماعة المحلية حقيقة مهم. هذا هو الوقود الأساسي للتنمية المحلية في أي بلدية نعم واليوم بفعل هذه الأزمة كيف تحول موضوع الجباية المحلية اليوم؟ اشكال اشكال كما قلت يعني في في الديباجه تاعك فيه يعني امور كثيره تتعلق نعم عن بهذه الامر الاساسي هو الامر التشريعي حقيقه نحن الان في تسيير البلديات لا نستطيع ان نجزم حتى ان نعرف موارد البلديه 100% يعني انت رئيس بلديه عندك بلديه ما تعرفش واش عندك واش عليك هذا 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 كيف هذا تسير نظري يعني؟ لا موش تسير نظري، م. نحن في كل بداية سنة جئنا كما يقال في فيش ورقة الحساب للميزانية لهذيك لهذه السنة والورقة هذه معدة من طرف وزارة المالية مديرية الضرائب تاع الاختصاص طيب مديرية الضرائب تتصرف في الورقة حسب طبعا الحاله الماليه العامه للبلاد قد تكون في المئة وقد تكون اقل من ذلك نحن مباشره بحصولنا على هذه الورقه نستطيع ان نداول نتداول فيما بين يعني في المجلس يعني السلطه المركزيه هي صاحبه اليد الطوله في هذا, هذا المجال معروف نحن في الجزائر هذا امر واضح يعني والى اي مدى انتم كجماعات محليه او كمسيرين كم لهذه البلديات او اكبر من ذلك، الى اي مدى هذا الموضوع يشكل لديكم عامل مصعب في تسيير هذا المجال؟ لا في الحقيقه انك انت يطلب منك التسيير بينما اهم الامور تاتيك من جهه اخرى او من جهه اعلى او من السلطه المركزيه. هذا كذلك له جوانب يعني متعدده، مم. اذا تكلمنا عن بلديه قائمة بذاتها في مستوى المطلوب سواء مجلسا أو إدارة هذا نظن إجحاف يعني ضروري أننا نتقدم إلى الأمام بما أن الإدارة المحلية تتقدم والخدمة تتحسن والكل قوانين راهي في إطار تسهيل يعني أو تنمية يعني البلد ككل تنمية محلية محليا أو على المستوى الوطني نظن هذا إجحاف خلي رئيس البلدية يقرر في الاموال الخاصه بالبلديه هذا امر اللي لازم يكون اليوم لو توضح لنا يعني اكثر الجانب التشريعي ربما هو الجانب المهم الذي يحدد والذي يفصل في هذا التسيير كيف يتعامل التسيير بدقه مع هذا الموضوع قضيه المركزيه ولا مركزيه فيما يخص الجبايه لازلنا في اطار المركزيه تاع الدوله في تسيير هذا المركزيه ولا مركزيه هناك شيء اسمه البيروقراطيه بمعنى مهم. نعم كيف يعني المركز السلطات المركزيه تخليك منتوبه في في اللا أجب مركز أجبتك, أجبتك يعني عمليا عمليا, عملياً. انت عملياً. اعطيتني امور تقنيه عمليا كيفاش؟ لا عمليا مهم. نحن نتحصل على ورقه الحساب نصادق على الميزانيه عن طريق ورقه الحساب التي تاتينا من وزاره مصالح وزاره الماليه. مهم. نعم ولكن هذا يقول لك البعض انه السلطات دائما تتعامل مع المجالس المحليه على انها مجالس قاصره بين قوسين، القاصر دائما لازم له شخص اكبر، شخص وكيل عليه يفهم ويعرف وعنده وعي وعنده نضج خاص، هل تحسوا فعلا انه السلطات المركزيه يعني تتعامل معكم بمنطق ان انكم قصر وهم الوكلاء عليكم؟ أه ما راهش يعني دائما نفس التفكير لدى مم. يعني السلطات الإدارية والوصاية حقيقة الآن إذا كان فيه مجلس بلدي قائم بذاته وفي المستوى المطلوب ورئيس بلدية اللي يقدر يسير الميزانية تاعه ويقدر يسير الإدارة البلدية الموجودة فيه يعني اختلاف ولكن فيه وللأسف ممكن جدا بعض البلديات وبعض المجالس اللي هي دون مستوى التسيير بلدياتها هذا هو اللي كرس هذه العقليه والعقليه يعني اللي موجوده يعني سلط... بعض المجالس البلديه وطريقه تسييرها وطريقه هيكلتها وتجربتها في الميدان خلت السلطات المركزيه دائما تنظر الى المجالس المحليه بعين التوجس. ما همش قادرين، ما همش مسؤولين، ما همش في محل التزاماتهم. هذا عقليه وحتى مقننه يعني كاين امور ما يقدرش رئيس البلديه يصادق عليها ولا ي... يعني كما يقولوا يقرر فيها بدون اللجوء الى الوصايه ثم فيه العقليه هذه موجوده حقيقه لكن دي. سيد ويشر خلينا نروح نكونوا عمليين يعني هذه السلطات لما تنظر الى المجالس المحليه بهذه الصوره ربما راهي تشوف وراهي تقرا في الصحافه الكثير من المجالس المحليه تعيش حاله يرثى لها فعلا انه مجالس محليه فيها مشاكل مجالس محليه انه رؤساء البلديات او المنتخبين يعني هي فقط وسيله أنهم يعيشوا في بحبوحه لصالحهم الخاص البعض انه يعاود يشتري سياره جديده وبلديته تعيش الفقر المدقع البعض يحاول انه يبدل اثاث مكتبه مره كل شهر او شهرين في حين انه البلديه فيها مشاكل لا تعد ولا تحصى بهذا المنطق ربما انه المجالس المحليه معطاش الصوره المسؤوله باش نخلوها تسير هذا الملف المهم حقيقه يعني هذا الامر نظن تجاوزه الزمن يعني الان رئيس البلديه عنده مراقب مالي غير ممكن انك تشتري سياره في هذا العام وتشتري سياره العام الجاي هذه واحدة <applause> وشراء السيارات لازم يكون برخصه والقانون المشرع وكاين قانون ياطر هذه قضيه شراء السيارات حتى بالنسبه لتبديد الاموال العموميه فيما يخص سواء الاثاث او غيرها يعني غير ممكن الان رئيس البلديه يعبث بالميزانيه كما يشاء لان فيه مراقب مالي الان الدور الحقيقي هذا يعني ما نهربوش منه كاين مجالس بلديه ممكن جدا دون المستوى لكن المشكل الاخر ان الاداره هي دون المستوى لان في الاصل من يقوم باعداد المداولات من يقوم باعداد هذه لسميناها سميناها طلبات الشراء اذا كان قال رئيس بلاني حبيت نبدل بير كل شيء فوت على الاداره كل شيء فوت على الاداره يعني اذا لمنا هذا الرؤساء البلديات وهذا المنتخبين لازم نلوموا الاداره هذا واضح لان في الاخير <applause> الامين العام والكاتب العام في البلديه هو اللي حضر المداولات هو اللي حضر الميزانيه هو كيف يعني هذه الإدارة يعني تبحبح هذا الرئيس البلدية في حين أنها تعرف أن بلدية لا تعيش لأن لأن آه أغلب إداراتنا دون المستوى، إحنا كنا في كثير م. من ال من الـ الأحيان تطرقنا إلى ما فيما يخص إعادة رسكلة الموظفين وتكوينهم، والحمد لله الآن في إطار القانون الجديد فيما يخص التوظيف انه لما توظف انسان لازم يروح ثانيك م. يكون ويعدد يعد دراسه في اطار التكوين والتخصص م. اللي موجود فيه الى غيره فيه تحسن يعني تحسن م. على كل المستويات اما على الاداره اما حتى على نعم. المنتخبين ان شاء الله هذا يواكب نعم آ... سيد بشير ربما يقول لك البعض م. انه فيه نقطه اخرى تخص رؤساء البلديات او المنتخبين المحليين يعني لو سلمنا انهم صالحين وما عندهمش نيه الفساد ويعني اياديهم بيضاء ونظيفه تبقى امر اخر قضيه الكفاءه في التسيير الشان المالي هل فعلا كل رؤساء البلديات تاعنا اليوم وكل المنتخبين المحليين اليوم عندهم ثقافه التسيير المالي حقيقي يعني في الحقيقه الانسان يكون خارج البلديه ويحب يترشح يقول ندخل البلديه يشوف غير في المنصب في غير في ما يعطيهم من امتيازات غالبية غالبية المترشحين <applause> والله لا يدرون كيفية تسيير البلدية وما مآلات ما ذلك لأن يعني بمنطق سي مخلوف البومباردي تقريبا يعني حاب قال ودي كاين آه. امتيازات كاين كذا كاين كذا كذا وهذا <applause> أمر يعني ما هوش, ما ما هوش هذا الأمر <applause> طيب رئيس البلدية اللي ناوي على خلاها باين صراحة يعني اللي يجي يبقى يمضي ويدير امور اللي غير قانونية ولا غير ذلك رانا نشوفه يعني كثير من رؤساء البلديات والصحافة راهي عامرة بهذا الأخبار نعم الآن هذا هذا دور آخر دور آخر للأحزاب اللي ترشح المنتخبين ما بين الأحزاب ما تبيعش. بعض الأحيان بعض الأحيان يا ويشر يعني ونحن ربما مقبلون سنة المقبلة على انتخابات محلية أنه الأحزاب تشوف يعني المرشح اللي يربحها المرشح اللي عنده عائلة اللي عنده آه ناس ممكن ينتخبوا عليه ربما هذا تشوف أهمها أن البلدية تكون بحوزتها. هو نشوفها بالعكس كذلك لأن حتى الناخب الجزائري ما راحش يروح ينتخب بقوة هذا كذلك عامل موجود ومعروف. <متزر> ضروري ان المواطن الجزائري ادي واجبه الانتخابي وواجب الانتخابي هنا يبان في اختيار الرجال الكفء خلاص رانا 2016 مازال نهضروا بالعائله ونهضروا بالعرش لازم نتجاوزوا هذا سبحان الله نعم القائمه لازم تكون ذو كفاءه الانسان ذو كفاءه اللي يجي يترشح اللي هذه ربما بعد الانتخابات دائما نعم ما تشهد البلدية حاله من الانسداد في المجالس المحليه نعم. يكون فصيل سياسي وفصل سياسي اخر والاغلبيه من هنا ومن هناك بعض الاحيان يتدخل القضاء وما الى ذلك هذا الانسداد ايضا يحس المواطن لا هذا امر واضح يعني إذا شفنا القانون السابق هو اللي كرس هذا الامر قضيه التحالفات واعاده انتخاب الرئيس <applause> الحمد لله رانا عاودنا للقانون ولينا القانون اللي فات القائمه اللي تربح ولو بصوت زياده يكون رئيس بلديه من عندها هذا امر يشجع باش ما يكونش فيه والحمد لله كذلك فيما يخص سحب الثقه الان اصبحت يعني غير سهله باش نسحبوا الثقه برئيس يعني بلديه يعني كانت لعبه تعاد وتعاد نعم بينما المواطن نعم يبقى ينتظر واللي يدفع الضريبه المواطن نعم وهذا كذلك يعني يرجع للتسيير رئيس بلديه اللي جاي باش يدير غير جماعته هذا رئيس بلدية ما يقدرش يسير لأن رئيس بلدية وجماعته وحده ما يقدرش حتى ولو كان يتوحدوا كلهم في المجلس وما يقدروش لازم المواطن يشارك نعم. كذلك المواطن اليوم نعود إلى موضوع المواطن في قضية الجباية المحلية الى اي مدى المواطن متجاوب مع السلطات المحليه في الجبايه هذه؟ هل فعلا انه المواطن الجزائري عنده ثقافه جبائيه انه هذا الضرائب او هذا الرسوم اللي راح يخلصها يعني البلديه راح ترجع له بالفائده وانه اذا ما دفعش مش من حقه يطالب انه ينجز. فعلا المواطن الجزائري عنده هذا الشعور؟ الشعور واضح وكلنا جزائريين نعرفوه. <applause> الاشكال هذا هذا الريع البترولي والبحبوحه اللي كنا فيها وحتى بعض انا اقولها صراحه يعني بالك ممكن جدا كثير اللي راح ما يجوش معايا في هذه الفكره قضيه السوسيال يعني كثير من الامور رايحه سوسيال هذه تخلي المواطن يخمم يبقى دائما يتهرب من الجبايه وعلاش غير انا وعلاش هذاك نعم ويعرف باللي الدوله راهي هنا باش تسكوندي ها الا ما جاش المواطن ضروري ان المواطن يدفع ضريبته اللي واجبه عليه سواء كانت الضريبه الخاصه بالقطع الارضيه، الضريبه الخاصه بجمع النفايات او غيرها من الضرائب حتى التجار ما لازمش يكون تهرب كبير اللي رانا نشوفوه بعيننا من يعني تقديم الجبايه تاعهم، هذا كله راح يعود عليهم على المواطن لان اذا البلديه دخلت الدراهم راح تخدم الطريق وتخدم ليكليراج ليراج بيبليك وترفد يعني وما الى ذلك <applause> الى ذلك من الامور وتدير تجهيزات اخرى من مدارس وملاعب وقاعات ولا ما كانش جبايه وما كانش دراهم منين تخدم البلديه نعم ربما انت بعض مواطني بلديه كاليتوس اشاروا انه في سوق بلدي بعشرين الف متر مربع لا يتم يعني استغلاله حاليا لماذا؟ حق ربما إذا حاولنا أن نربطوه بقضية الجباية المحلية في زمن الأزمة المالية، هذا يعتبر أنه بالمقابل أنه يخدم المواطن في البلدية وفي الشق الآخر أنه يكون عنده يعني موارد كبيرة لكم كبلدية يعني لنا المثال <applause> حقيقي يعني مم. هذا المثال يونجلوبي يجمل كل ما كنا نتكلم آه كيف؟ يجمل أولاً تسير السيء للمجالس البلدية. هذا السوق جاء والمجلس الشعبي البلدي سابقا قدموا الواحد بوثائق يعني غير قانونية وأصلا يعني يعني حامل جباية حرميها تقريبا يعني آه ثم تم التداول زادوا أعطاه له عشر سنوات يعني بقيمة مالية زاهدة جدا لأن سوء التسيير أعطاه له رخصة بناء موضوع كبير يعني هذا مم. هذا سوء التسيير خلانا حرمنا من استغلال السوق البلدي اكثر من تسع سنوات تسع سنوات كاملة تسع سنوات, كامل. سنوات والمواطن في كاليتوس ما عندوش سوق كبير ما عندوش محاته سوق والبلديه عندها فرصه انها تكون جبايه وما نعم دخلتها. اسواق فوضويه فوضى والجبايه ما تحصلناش عليها الحمد لله احنا يعني كبلديه كمجلس جديد قمنا ب يعني مع القضاء الحمد لله استرجعنا السوق هذا اليوم وحاولنا كذلك اننا نفرض على اللي خدا السوق باش يخلص البلديه والحمد لله نجحنا في ذلك مع العداله بسبعة 7 ملاير سنتين تدخل الميزانيه البلديه فيه موضوع اخر ان هذا السوق لحد الان مصالح ولايه الجزائر ما حولتش نهائيا هذا السوق للبلديه ونرجع بين السلطه المحليه والمركزيه نتمركزوا اشكال مم. اشكال الان رئيس بلديه حاب يدير السوق هذا سنتر كوميرسيال كبير ولا نجيب يعني مستثمر اللي يكون مع البلديه وندير فيه حل مثلا هذا مم. هذا السوق مثلا نظريا لو انه تم انجاز شحال ممكن يدخل البلديه هذا يدخل للبلديه لو الان كما راه كما راه ويمد نقول لك شهريا يقدر يدخل حتى 80 90 مليون سنتيم شهريا يعني بدون حساب الضرائب ولا حتى ممكن حتى مليار سنتيم سنويا اكثر اكثر مع نزيدوا الباركينغ نزيدوا ممكن نحولوا امور اخرى لداخل باش تزيد تجيب لنا شويه مصاريف وما زالت القضيه لم تحل حتى لزوج ملاير سنتيم يعني لا احنا الان ما نقدروش نتصرفوا فيه كما كما نريد شخصيا كرئيس بلديه حاب نستثمر في هذا السوق وندير فيه ان كرو سونتر كوميرسيال اللي يعود بالفائده للتجار, للتجار, للتجار للمواطنين وللبلديه للبلديه راح نقدر نقول لك يدخل حتى 10 ملاير 15 مليار في العام هذا السوق فقط لو اننا ولكن المركزيه الان يعني ما نقدروش نحولوه يعني مباشره نستناو في القرار باش هذا فيه أمر تعقيدات وتعقيدات تعقيدات اللي تخلي سيد عبد الغني ويشر هل ممكن نصل في الجزائر الى بلديه مموله ذاتيا؟ الكثير من البلديات الكثير من المقاطعات الاداريه ربما في الغرب في الدول المتقدمه تمول نفسها ذاتيا وبعض الاحيان تقدم قروض حتى للحكومه هل فعلا نحن اليوم ممكن ان نصل الى هذا المستوى؟ لا هو كاين هناك بلديات موجوده الان تمول نفسها بنفسها لان المواقع الموقع تاعها الاستراتيجي على سبيل المثال بلديه واد السمار او بلديه دار دار البيضه, البيضة, البيضة حاسم سعود نعم ووجود شركات كبرى في 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 البلديه هذه نقول بلديات محظوظه محظوظه لا نعم. البلديه العاديه في الجزائر البلديه العاديه باش تقدر توصل ممكن جدا ولكن هذا لازم له اليات وقوانين لذلك اعطيك سبيل المثال في القانون البلدي السابق اللي رحبنا به وقلنا فيه نقله نوعيه بارابور يعني القانون القديم يقول باللي البلديه تقدر تروح للبنك لتقرا تجيب قرض باش تدير مشروع البلديه تقدر تدير مؤسسه بلديه ولكن اغلب القوانين هذه اللي تسمح لرئيس البلديه باش يسعى باش يولي اوتونوم يعني ماليا مستقل, مستقل ماليا في بلديته يقول لك تطبق هذه الماده في التنظيم يعني يطمعك بقانون من جهه وينحك التنظيمات التنظيمات كلها ما خرجت المراسم التنظيميه هذا يخلي رئيس البلديه مكبل اولا ما يقدرش يتصرف في العقار لا الفلاحي ولا حتى العقار التابع للدوله ولا حتى العقار التابع ليه رئيس البلديه كان عنده عقار تاع بلديه لازم يجوز على الجرفة <applause> الوكاله الوطنيه لتسيير العقارات باش يقدر يتصرف في العقار تاعو يعني نظن هذه الامور داخله في البيروقراطيه اولا انا واش فهمت من خلال هذا الحوار سي عبد الغني واشر انه رئيس بلديه هذا كلمه رئيس وكانه منفذ تنفيذي فقط الكثير من الامور راهي مفروضه عليه راهي مكبل هذا ممكن يصح هو هذا التعبير هو شوف احنا نتكلموا بالمنطق الجزائري رانا جزائريين <applause> رئيس بلديه يمثل الدوله يمثل الشعب نعاودوا له حتى الموضوع اللي كنت تكلم فيه هل المجالس البلديه في المستوى هل رئيس البلديه في المستوى هل الاداره مسيرين محليين في المستوى المطلوب هذا هو الاشكال مم. الموجود الان لان الدوله وهي الراعي للشعب والراعي لكل امور حقيقه ما تقدرش لو كان تطلقها شويه صحيح تروح للواد صحيح. لان كاين بعض المجالس الشعبيه البلديه وراس البلديات مشكورين جدا كانوا في المستوى المطلوب وراهم قايمين بواجب كبير جدا جدا وكاين بعض المجالس سواء اللي راهي حابسه ولا حتى المجالس اللي مسيرت بلدية بلديتها مليح هذا اللي يخلي الدوله تتحفظ في بعض القوانين تتحفظ وانا لا الومها في هذا الامر يعني لو كنت ما كان معالي وزير الداخليه ولا رئيس يعني الحكومه راح نتصرف ممكن نفس التصرف اشكرك جزيل الشكر سيد عبد الغني رئيس بلديه الكاليتوس نقلتنا الى موضوع البلديات من الداخل قضيه الجبايه والتسيير شكرا جزيلا جزيل الشكر لك على المشاركه الله يبارك فيك مشاهدينا الكرام بهذه الفقره مع سيد عبد الغني ويش رئيس بلديه الكاليتوس نصل الى ختام عدد اليوم من البلاد اليوم الى مواعيد اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته